في الصحة هناك الكثير من المشاريع الموزعة على المحافظات، ومنها بني من عام 1982، ولكن المملكة العربية السعودية تستعملت الدراسة للترسية وسقطرى هي جزيرة كانت المدة أطول يعني، ولماذا حتى لا تقدم؟ عشان نسمع من الباقي، لأنه أنا بس قالوا لي عندي 5 دقائق. مركز الملك سلمان للإغاثة ماسك المسار الإغاثي، تمت دعوتهم، لكن بسبب ضيق الوقت للذكر أن البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن يقوم بخدمة مهمة الوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو التعرف على الاحتياجات العاجلة والآنية لمحافظة عدن والمناطق المجاورة لها، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع العديد من المسؤولين في السلطة المحلية، ولا زالت الاجتماعات قائمة مع بعضهم، وتعرفنا خلال هذه الزيارة على الكثير من الاحتياجات التي سيتم إن شاء الله النظر لها بكل عناية وتنفيذ ما يمكن تنفيذه. لكم أي استفسار كما ذكرت على الموانئ، تحريك التجارة، المباني الأمنية والحكومية، أيضا عملنا على بعض المشاريع مثل خفر السواحل. بالنسبة لمنحة المشتقات النفطية هي بدأت بهذه المية رقم 2 فقط للإعلام العدل المحلي. أوكي، هو السؤال كان توضيح.